سلام وحق الله العظيم الا يا سلام. انا اللي قديتو عجبني تفرجت فيه، ماشي مره ماشي جوج. راه شوف راه الا ما تفرجتيش في هذا الفيديو هذا راه حسب راسك راه ما تفرجتي في والو. السلام عليكم احبابي اصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد. يعني اسمحوا لي تعطلت عليكم وغبرت عليكم، عارف راسي غبرت، ولكن اخوتي راه الظروف كاينه شي ظروف جبرتنا اننا نغبروا، يعني يطل الغياب ديالنا، ولكن الحمد لله على كل حال. كما شفتوا في المينياتور وشفتوا في العنوان، يعني الموضوع ديال هذا الفيديو هذا ان شاء الله اذا كتب الله سبحانه وتعالى، يعني مرحله تطور ديال الفراخ ديال الكنار من يوم اول يوم ايام الفقس، يعني من يلاه خرجوا من البيضه حتى ملي طاحوا من العش، يعني خلال 30 يوم. هذا الشيء اللي كاين الاخوان. وقبل ما نبداو نعرضوا لكم هذا الفيديو هذا اللي قمت به بواحد الصعوبه، يعني ما كناش عندي الوقت باش نقد هذه المسائل هذه، ولكن نظرا للحب ديالي لهذا الدومين هذا اختاريت انني ندير هذا الفيديو لاول مره. غادي ندير هاد التجربة هادي، واخا كانت هي في دماغي من شحال هادي، ولكن أول مرة إن شاء الله طبقات ليا وسمحت ليا الفرصة أنني ندير هاد التجربة هادي، وبغيت نشاركها معاكم. وهي تحت طلب ديال بعض الأصدقاء، قال لك واحد الصديق قال لي خصك دير لنا واحد المراحل باش نعرفوا هي المراحل والايام وهنا. قلت له اودي انا ماليش ندير الايام حيت ما مساليش انني نصور كل يوم، غندير مره مره لقطات فوقت ما كان عندي شي وقيت مسالي شويه، راه غادي ندير انا فيديو من بعد ما تفطموا، راه غادي نمونتي هذاك الخير هذاك وغادي نلوحوا ان شاء الله في اليوتيوب. هادشي اللي كان الاخوان، وتنشكر جميع الاصدقاء اللي سولوا عليا لا في المواقع التواصل الاجتماعي لا في كومونتيرات في يوتيوب. تنشكر جميع الاصدقاء اللي سولوا عليا سواء على مواقع السوشيال ميديا كافة، يعني بما فيها واتساب فيسبوك يوتيوب انستغرام، يعني جميع المواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب كذلك. يعني هاد التجربة هادي جد فرحان انني غادي نتقاسمها معكم، وان شاء الله في الفيديوهات الجايين راه كاين عندي واحد المفاجأة وغادي نعاود لكم عليها وعلى السبب وعلى كيفاش اتجهت وهنا. المهم هاد المفاجأة هادي ان شاء الله نخليوها في الفيديو الجاي وغادي نهضر لكم عليها. وحاجة اخرى في الموضوع في الفيديوهات الجايين ان شاء الله، قبل ما نعرض اي فيديو غادي نعرضو غادي نقوم بالنشر ديالو، يعني اي فيديو قبل منه غادي نعرض الكومونتيرات، يعني الكومونتيرات ديال مثلا هاد الفيديو هذا غنعرضهم في الفيديو الجاي. يعني اي واحد حط الكومونتير ديالو راه غادي يشوف الكومونتير ديالو في الفيديو الجاي، يعني من هنا تنعرف انا الناس اللي ديما تيسولوا فينا. ومن هنا اذا كانت شي جيفوي ان شاء الله علاش لا، راه هاد المره اذا كانت راه ما غاديش يربح اي واحد، يعني غنديروا زوج ولا ثلاثه على حسب المستطاع، ونختار واحد. اذا كانوا ثلاثه غنختار زوج، يعني اللي غنختارهم ومن بعد الا اختاريت انا الثالث راه غادي يكون في القرعه. الاخوان هادشي اللي كاين، باش منها الانسان اللي يقول لك لا راه ما ربحتينيش ولا شي حاجه، ما غاديش نتناقش معاه ولا نقول ليه السبب، يعني ان السبب هو انني غادي نعرف ان الاصدقاء اللي تي ديما يعني تيتفاعلوا مع لي فيديو ديالي، ما كاينلاش ان واحد السيد هو ما تيتفاعل ما تيدير لا كومونتير لازم لا حتى مشاهده، حتى النهار تيشوف جيف واي في الانستغرام عاد تيجي تيقول لك انا راه بغيت نشارك. فين لوجيك في هادشي؟ يعني انت بغيتي تستافد مني وما نستافدش منك انا، يعني نستافدو بزوج ولا حرامه بيس لكم. ويلا ومعنا نشوفوا هذا المقطع الزوين هذا، وان شاء الله نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وفضلا منكم وليس امرا مني المرجو الضغط على زر الاعجاب و الاشتراك في القناة إذا كنت جديدا، وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد يتعلق بمجال تربيض الطيور. وإن كان لديك أي سؤال فمرحبا، نحن
على استعداد أن نقوم بالرد على أسئلتكم، وشكرا. ننتقل إلى مشاهدة الفيديو الذي وعدتكم به والذي أعددته خصيصا لمتتبعي محبي طيور يوسف شخصيا. هذا إهداء مني إلى عائلة يوسف. هادشي اللي كاين الإخوان، ويا الله معنا نشوفوا هذا الفيديو. راه تنقول لكم واحد الفيديو راه يا سلام فيديو، يا سلام وحق الله العظيم، الا يا سلام. انا اللي قديتو عجبني، تفرجت فيه ماشي مره ماشي جوج. راه شوف، راه الا ما تفرجتيش في هذا الفيديو هذا راه حسب راسك راه ما تفرجتي في والو. راه واحد المراحل راه من البيضه حتى الفيضه، راه شي حاجه يا سلام وانت تحضر ليها في الدار. يا الله معنا تشوفوا هذا الفيديو هذا، والرأي ديالكم راه تنتسناو الرأي ديالكم ان شاء الله بإذن الله في التعليق. وراه اي واحد حط التعليق ديالو راه غادي يشوفه في الفيديو الجاي. ومرحبا بكم وبيس ليكم والتفاعل ديالكم مع الاخوان. يلا تهلاو، يلا مرحبا بكم. اللهم بارك اصدقاء فريخات قداش ولاو ومن انت. اللهم بارك راه تطلع با مصبح راه عجم كدير، عندو ها وحده اخرى كركا فريخات. اللهم بارك، انا هذا اللي عجبني الاخوان، بسكوي ومضرب الصفر. اللهم بارك، ها الفريخات نزلو من العش. ونتمنى ان هاد الفيديو اللي غادي ندير ينال الاعجاب ديالكم، يعني من البيضات حتى لدابا.